بس راح اجرب الحلقه الاولى انه اكون حارس مرمى حقيقي، يعني بالفعل حارس مرمى التزم بمركزي. هذا فرصه. ما تكتب. طنياها، يا سلام عليك، هي هاي جول، هي جول، الله الله الله، يا ولد يا مصطفى قولت يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شلونكم يا شباب؟ رجعت لكم فيديو جديد وسلسله جديده، واليوم عندنا كن اسطوره حارس المرمى. قبل ما ابتدي اطلب من عندكم ضغط زر اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر التنبيهات. خلينا نوصل بهذا المقطع يا شباب اكثر من 3000 لايك. ليش 3000 لايك؟ لان هذه السلسله ادري اغلبكم ما يريدها احتمال، وانا صعبه الصراحه علي لما ما استمتع بيها، فراح وصعبه يا شباب، يعني قليل راح العب، فراح تكون مباريات كثيرة. فاطلب 3000 لايك، كل ما يصير 3000 لايك راح انزل لكم حلقه اخرى، يعني كل 3000 لايك حلقه، اذا ما وصلنا نقطع السلسله وخلاص، يعني اعرف انه انتم مليتوا من عندها. طبعا اللي راح ابديه هو الحارس المرمى، راح يكون انا اسويه، شخصيه غريبه راح اسويه، جنسيه حارس المرمى يا شباب راح اخذه برازيلي، حتى الحارس يلعب بكاس العالم فريق المنتخب البرازيلي، وهذا شكل حارسنا الكبير يا شباب. طبعا حارس مرمى طوله 189، وزنه 70، وزنه 100 كيلو وزنه، طاقته 70، يلعب بالمنتخب البرازيلي. هسه نروح على قائمه حارس المرمى وخلي نشوفها مثل ما تشوفون قدامكم. وزنه 100 كيلو جرام. طبعا اذا تردون نغير شكله، نغير طوله، نغير اسمه، حتى اسمه ممكن اغير، اقترحوا لي بالتعليقات. طبعا لعبنا بالدوري الاسباني، الفريق يا شباب من الدرجه الثانيه، الدوري الاسباني الدرجه الثانيه، ما لعبت بالدرجه الاولى. خلي نشوف ويا الافرقه الضعيفه نبدي، بعدين نصعد، ممكن نصعد فريقنا، ممكن ننتقل. هذه تشكيلة فريقنا. اوه انا الحارس الاساسي، افضل حارس مرمى عندهم يا حبيبي، افضل خيار سويته انه خليته الفريق الدرجة الثانية حتى اكون انا افضل واحد بيهم. هذا جدول مبارياتنا يا شباب لليوم، راح نلعب الصراحة كل الافرقة تقريبا ما اعرفهم، فبس ديبورتيفو اكيد اعرفه، يعني كان بالدرجة الاولى. المهم يعني ممكن نلعب 5 6 مباريات بحلقة اليوم، المباراة السهلة ممكن نتخطاها. عندنا 18000 متابع في فريقنا. طبعا يا شباب هذه السلسلة فيطية، يعني اذا تحب تتابعها تضغط لايك، توصلنا 3000 لايك حتى تنزل لك بين فترة وفترة. والسلسلة هاي الصراحة يا شباب تتعبني بالمونتاج، وايضا تتعبني باللعب، يعني لان لازم اسوي سلسلة او حلقات لعبات طويلة حتى اطلع منهم كمية لقطات، لان ما تجي لي كرات، انا حارس مرمى، واذا تردون اطلع العب اراوغ هم كتبوا لي بالتعليقات. بس راح اجرب الحلقه الاولى انه اكون حارس مرمى حقيقي، يعني بالفعل حارس مرمى التزم بمركزي. هذا فرصه. ما تكتب. المباراه الاولى يقول لي انت راح تقعد على مقاعد البدلاء، يعني اكيد راح اسوي لها سكيب. فريقنا خسر بالمباراه الاولى 1-0، والسبب انا ما موجود اكيد، يعني حارس مرمى قاعد بالاحتياط، طاقته 70، غلط، المفروض انا انزل اساسي. جائزه الكره الذهبيه من نصيب، المفروض ينطوني اياها، يعني بعد ما مشارك المفروض الي. كريستيانو رونالدو هو افضل لاعب بالعالم، مو مهمه، ما تهمنا هاي الجائزه، ويجي يوم وانا اخذ افضل جائزه بالعالم ان شاء الله. مصطفى حارس المرمى الكبير هو اللي ياخذها. ولا هيبقى لك ذكرى، لا انت ولا عيالك ولا احفادك. هسه مباراتنا ضد ديبورتيفو، ان شاء الله ان شاء الله ينزلني المدرب اساسي. اوكي راح العب اساسي هذه المباراه، يعني فريقنا حتى ملعب ما عندهم، المباراه راح تكون بملعب برشلونه يا حبيبي، يعني لعبوني فريق حتى ملعب ما بيه ويريدوني اصعده للدرجه الاولى، مستحيل، اكيد راح اطلع من عندهم، واذا ما قدرت اطلع راح اشرد. استغفر الله. بس وقت المباراة ماكو. اوكي طلع، يعني الامور كلها ممتازة، حارس مرمى كبير يقف. طالما يعني طالما قول السؤال تاني. دير بالك يا حبيبي، دير بالك يا مصطفى، اذا صوب راح تكون خطرة، خلصوها يا شباب، ابعد الكرة مرر لي اياها، يا سلام عليك، هي الكرة عندي، يلا يا مصطفى انطيها، هي الله على التمريرة. لا لكن وين 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 وين، دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك، لا 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 لا، شنو اللي جاي اسويه؟ خلي نحاول بهذه الكرة، اخذها، يا سلام علي، ابعد اول كرة يا شباب. دير بالك يا مصطفى، دير بالك، اوه صعبة صعبة صعبة، اتلقى اول هدف في مرماي. هجمة لهم خطيرة، وين 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 وين، ما
يضغطون يا حبيبي. الكرة وين؟ خطيرة. الله 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 يا مصطفى. بس لا يسدد، بس لا يسدد، لا يسدد، لا يسدد. الله خلصتها. هم هذه خطيرة، دير بالك يا مصطفى، ابعد خلص. الحارس ما يقدر يمسك الكرة بعد ما عنده مهارات. خلاص نهاية المباراة 2-0. أنا أساسي الحمد لله أني راح ألعب أساسي بهذه المباراة، بس خلينا نتأكد من زي اللاعبين. أوكي الزي تمام، إحنا بزينا بزي الأزرق هذا، هم بزيهم الأساسي الأصفر. مباراة خارج ملعبنا هذه المرة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية المباراة الثانية والمشاركة الثانية إلي إن شاء الله. هذه المرة أقدم أداء جيد بحراسة المرمى يا شباب. إيش رأيكم يا شباب نسمي حارس المرمى هريدي أو إهريدي يمكن اسمه، هذا اللي يطلع في فيلم مرقان أحمد مرقان. إيش رأيكم نسمي هيك اسم ونخلي الحارس يكون فيط، يعني سلسلة فيطية، ما ادري يعني صراحه تقبلون لو لا. والله جتني هسه الفكره ببالي انا وجاي العب، فكتبوا لي بالتعليقات يجوز تطلع فكره حلوه. اجمع لهم، لا يصوب، صوب من بعيد، اتحداك تصوب، صوب صوب. او لا لا لا، لعبها على الطرف، دير بالك مصطفى، اهم شيء تتمركز بمكان صحيح. اوه لا لا لا. لا يا مصطفى، لا 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 لا. كيف دخلت هذه الكورة يا حبيبي، كيف دخلت؟ يعني هو تعمد ضربها بهذه الطريقة لو هي جت حم. شوف اللعبة الصراحة مخادعة لحارس المرمى. شوف 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 شوف. لا 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 لا، دير بالك خطيرة. لا صعبة صعبة صعبة، والله صعبة يا شباب. نهاية المباراة 2-0، أيضا نخسر يا شباب، ما جت فرص علي، بس الهدفين. يعني فريقنا حاليا بالمركز الأخير، 0-0-0، لا فوز ولا نقاط ولا حتى أهداف. فريق سيء جدا، أكيد راح يرجع للدرجة العاشرة، مو بس للدرجة الثالثة. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. هذه المرة أيضا أنا أساسي يا شباب، طاقتي صارت 71، يعني أكو تطور، بس شنو التطور وين ما أدري. المهم ضد فريق أقوى منا أيضا كالعادة. يلا صافرة البداية، الكرة عندنا، المباراة تعتبر على ملعبنا وأمام جمهورنا، تعتبر لما موجود الملعب أصلا. يلا قول 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 يا حبيبي. جول 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 جول، أول هدف للفريق. رجعت هذه الكاميرا يا شباب، هذه الكاميرا تحسسك بالفعل أنت حارس وأفضل بالتصدي. هذا ما تكتب ما تكتب. يا سلام عليك. يلا 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 يلا، سجل سجل سجل. الله 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 الله، الهدف الثاني. يلا يا مصطفى، حارس مهاري طبعا. يلا يا حبيبي العب الكرة، يا سلام عليك. يلا انطلقوا انطلقوا يا شباب. طبعا لون ملابسي مثل لون ملابسهم، ممكن اخلي اللاعبين يخطئون بيناتهم. يلا خلي اصعد اشوش افكارهم. دير بالك يا مصطفى، اذا صوب راح تكون اخطر. لا يصوب لا يصوب لا يصوب لا يصوب يا حبيبي، صدها. لا والله صعبة يا شباب الصراحة، الكرة صعبة والهدف اجى، ما اتحمل مسؤوليته انا ابد. اول انتصار افوزا انا يا شباب مع فريقنا، ففوز مستحق. وخلي نشوف ممكن صعدنا لمراكز ال 15 او 16 بهذا الانتصار. نصعد للمركز 18 يا شباب، لحد مركز 15 هم 3 نقاط، يعني ممكن نصعد لمراكز اكبر بعد. انا ايضا اساسي بهذه المباراه، هذه المره الفريق اللي ضدنا تقريبا من مستوانا يا شباب، حتى انا اقوى من حارسهم يعني. يلا صافره البدايه، انطلاق مواجهتنا. مرر يا صاحبي، انطني اياها انطني اياها انطني اياها انطني اياها انطني اياها، مرر لي. يا سلام عليك. يلا يا مصطفى الحارس الكبير، هي الكوره انطني اياها. يلا ممكن التصويبه، يصوب. الله بالقائم. دير بالك خطيره. خطيره هذه، خطيره. يلا انطيني واصعد. صعدوا يا شباب، صعدوا يا شباب. يا سلام عليك يا مصطفى، ممكن المرور، هو المرور. لا 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 لا. اوه ضيعها. لا 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 يا صاحبي، لا شنو هاي التمريره يا حبيبي. دير بالك، دير بالكم يا شباب، مرروا عدل. يلا اصعد اصعد مصطفى، الدقيقه 83. وخر يا صاحبي وخر. يلا روح روح. الله على التمريره، انطيني اياها، هي الكوره. شوف 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 التمريره السيئه، انا انطيهم احلى التمريرات وهم يضيعوها. هذا ما تكتب ما تكتب ما تكتب. اوه صافره الحكم، 0-0. المهم ما اجب مرواي جول. نصعد للمركز 15 يا شباب، اكو تطور، جاي اقول لكم اكو تطور، فريقنا جاي يتطور يا حبيبي. مباشره نبدي المباراه اللي بعدها، هذه المره ايضا على ملعبنا امام جمهورنا يا شباب. وين جمهورنا يا حبيبي؟ وين ملعبنا؟ احنا اصلا ما عندنا ملعب، احنا مجرد فريق مشرد. يلا 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 يا شباب، اظل بهذا الفريق واوصلهم لدوري ابطال اوروبا. خفيف دم خفيف دم، ما شاء الله عليك. اسعد 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 اسعد، روح روح روح، سدد، هي جول. الله 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 الله. طبعا اكيد هذا الهدف يعتبر اسيست من عندي، يعني انا اللي صنعته للاعب الخامس قبل لا يسدد هذا اللاعب. نعم
إنها المخدرات. أوه لا لا دير بالكم يا شباب، دير بالكم دير بالكم لا تنقطع من عندك. أوه لا 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 يتقدم 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 يصوب الهدف الثاني. الله الله طبعا طبعا لما أنا يا شباب ما يقدرون يسجلون. يلا الكرة عندي مصطفى، يا سلام عليك هي الكرة. الله على التمريرة، الله على الإبداع، لكن الدفاع. أوه هذه المرة جول أكيد، هذه المرة جول يا شباب. طب تهزر يا ابني، هي زريبة حبيبي، هي زريبة دي. دقيقة 91 يا شباب، خلاص راح يصفر الحكم بالفعل نهاية المباراة. أيضا فوز جديد لفريقنا، ونصعد للمركز العاشر يا شباب. متخيلين وصلنا للمركز العاشر بعد ما بدينا بداية سيئة، هسه فريقنا جاي يكون أفضل وأفضل. هالمرة الفريق اللي ضدنا يا شباب هو صاحب المركز الثالث بالدوري. سافرة البداية انطلاق المواجهة. أعتقد يا شباب هاي المباراة القبل الأخيرة بالحلقة. الله والله قول يا شباب، قول لاعبنا. خلينا نشوف الإعادة. شوف شوف شوف، ما كنت متوقع راح تدخل للمرمى. شوف 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 الكرة، خطأ الدفاع هنا جاي يسوون المدافعين تمرير أو الحارس همين يا حبيبي. لا 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 لا، يخرب بيتك الله يخرب بيتك. بس هتقول لنا مالك انت عمي، مالك انت ومالي فيه الله. لا 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 يا صاحبي، لا 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 المفروض تنطيني اياها ارضيه. شوف لعبت الهيا وطلبت الكره، بس شوف شلون رجع لي اياها يا حبيبي. مو هيك يرجعوني الكره. اعطيني اياها اعطيني اياها، يا سلام عليك. هي هاي جول، هي جول. الله 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 يا ولد يا مصطفى، قولت يا شباب. يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟ سجلت الهدف الأول بمسيرتي، يا سلام عليك. الله 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 على أفضل حارس مرمى في التاريخ. طنياها هي الكرة، مصطفى الدبل كيك. الله على الدبل كيك، كرة خطيرة. حلوة الكرة. يلا الدقيقة 74 نحاول نسجل لنا بعد هدف. هي التمريرة، يا سلام عليك. يلا يا مصطفى مرر له. اوه عرقلة، فاول يا حكم. الحكم يقول ما بيها شيء. اضغط عليه يا مصطفى، التدخل. خلصت الكرة وما بيها شيء. الله على اللعب النظيف، يا سلام عليك. يلا الكرة هي مرر. يلا 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 يلا، ارجع 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 يا حبيبي ارجع. يلا يلا يا مصطفى، المرور صعبة 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 بعدها عندنا. يا سلام عليك، اعطيني اياها. شوف 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 اللعب السيء. اعطيني اعطيني انا اسجل يا حبيبي، خليني انا اسجل. الهدف الثالث 3-1. لا تسدد، انطيني هي الكرة. يلا يا مصطفى، حلوة التسديدة، حلوة المحاولة. نهاية المباراة 3-1، ثلاث نقاط جديدة لنا. فريقنا يصعد للمركز الثامن يا شباب، فارق 5 نقاط عن صاحب المركز الاول جيرونا. اعلان اسماء لاعبي الفريق الوطني، اكيد ما يختاروني اللاعب بعد صغير حارس المرمى. خلي نشوف اكيد اكيد ما يختارني طبعا. راح ادرب الحارس على مركز المهاجم يا شباب. خلني ننطي اوكي 165 يوم ونكسب مهارة المهارة الروح القتالية، فننقصها نخليها 275 يوم وننطي لل او 1000 يوم. يلا اكسب المهاجم، خلي نقلل يا شباب ممكن من القوة اوكي، ونقلل ايضا من الدفاع فحتى نكسب مهارة المهاجم اوكي. راح يصير 334 يوم يعني تقريبا سنة كاملة. بداية المباراة طبعا الفريق اللي ضدنا يا شباب بالمركز 12. وين الكرة؟ شوف 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 اللعبة الخاطئة. يلا يا شباب يلا يا شباب، اعتنوا بالكرة هذه. خلني ليش تلعبها عالي؟ ليش تلعب عالي يا حبيبي؟ صوب جول. لا 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 ما سجلها. انطيني، اصعد، روح 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 روح، سجل روح سجل روح سجل يا حبيبي، روح سجل. هي الكرة مصطفى، جول. لا حلوة المحاولة يا مصطفى، يا سلام عليك. انطيني 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 انطيني، يلا يا حبيبي، يلا يا مصطفى. هذه الكرة مر مر. لا صعب المراوغة. لا 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 لا، لا يروح لا يروح لا يروح. اتدخل اتدخل يا حبيبي، سوي اي شيء. انطيني اياها، يا سلام عليك. هي الكرة مصطفى، شوف شوف التسديدة السيئة. لا يا مصطفى سجل. انطيني اياها جوا، يا سلام عليك. هي الكرة يا مصطفى، التصويب. اوه وين 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 الكرة، ضربة تماس يا حبيبي. صافرة الحكم، فزنا بهذه او تعادلنا بهذه المباراة. خسرنا نقطتين بس ربحنا نقطة يا شباب. نبقى بالمركز الثامن يا حبيبي. طبعا يا شباب اعتقد ان هنا وصلت وياكم لنهاية الحلقة او مقطع اليوم. ضغطوا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر التنبيهات حتى تصلكم فيديوهاتي اول باول ان شاء الله. طبعا بالحلقة الجاية راح نلعب مباريات اكثر، راح نوصل فترة الانتقالات، بس الا نوصل 3000 لايك. بدون 3000 لايك
تنتهي هذه السلسلة القصيرة. فبكيفكم انتم بعد اكيد بالحلقة الجاية راح ننزل اساسيين، وتحبون نسوي الشكل اللي يشبه ريدي او تحبون هذا الشكل بكيفكم او هذا الشكل ونسميه ريدي بكيفكم يا شباب. المهم فهاي جدولنا المباريات الجاية، راح نوصل او بالحلقة الجاية ان شاء الله راح نوصل لفترة الانتقالات، وراح اظل اتخطى المباريات اللي بالمراكز الاخيرة. يلا في امان الله.